يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول عبارات التهنئة بمناسبة ما يسمى بعيد الكريسماس أو رأس السنة، حيث إن بعضا من المسلمين يحتفلون بهذا اليوم أو يهنئون الكفار؟ هذا حرام، ولا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم ولا يحضرونها ولا يهنئونهم بها ولا يأكلون من الطعام المصنوع فيها ولا يهدون لهم هدايا ولا يقبلون هداياهم فيها، لأن هذا إعانة لهم على الباطل. والله سمى أعياد الكفار بالزور، الذين لا يشهدون الزور، أي أعياد الكفار. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور ولا يجامل في دينه أو يداهن في دينه. نعم، حتى الأعياد المبتدعة عند المسلمين مثل عيد المولد لا يجوز أن نشارك فيها ولا أن نحضرها ولا أن نهنئهم بها، لأنها مبتدعة. نعم.